فتحت إذا البوابات واندفعت جياد وأفراس المستورد عمر الأربع سنوات فأكثر بجميع درجاتها متنافسة على جائزة مطلق جفال السبيعي رحمه الله مسافة الميل وربع الميل قيمة الجائزة 100,000 ريال. هذه الاندفاع السريعة لثمانية عشر اسما في هذه المنافسة في شوطنا التاسع. متابعينا الكرام على ما يبدو الانطلاقة تبدأ من ستيبل زد في المركز الأول الآن ومن المسار الخارجي ألكسندر إم وأيضا المتابعة في ثالث المراكز ثاندر كراش وأيضا المتابعة مع ديستشاو في المركز الرابع من المسار الخارجي بينما ستيبل زد يتقدم الآن في المركز الأول انطلق من البوابة الثالثة مباشرة فيما ألكسندر إم الذي خاض سباقات تحضيرية قبل هذا السباق خاض سباقين والآن يتطلع إلى تحقيق طموح الأحمر في هذا الشوط الذي يعول عليه كثيرا وهو الذي أيضا استخدمه للسباقات السعودية ليحمل الشعار الأحمر. ألكسندر إم في المركز الأول المتابعة تأتي أيضا من بوش هاوس في مركزه الثاني في الميادين السعودية وأيضا أتابع مع بقية الأسماء في هذه المنافسة القوية. متابعينا الكرام قادم ستون كاتر في المركز الرابع فيما هنا ألكسندر مع عبد الله العوفي لازال يقود هذا الشوط في حضور أيضا أشاهد الحضور يأتي من ديستشاو وأيضا الحضور من بقية الأسماء المشاركة. ألكسندر إم هل يواصل أم يأتي ديستشاو للمركز الأول؟ يتقدم ديستشاو إذا للمركز الأول في ظل دخول مميز أيضا من ريجت روبن. ريجت روبن يتقدم يأتي بوقته وبزمنه المفضل ريجت روبن للمركز الأول. الصبل الأخضر يحلق في هذا الشوط في الأمتار الأخيرة ريجت روبن على خط النهاية يصنع انتصار جديد لسجله السباقي. ألف مبروك إذن ريجت